السلام عليكم، معكم المستر إيهاب عادل. عشان اليوم هنسجل مع بعض فيديو جديد من مراجعات الترم الثاني لجريد 1 منهج يو اي اي فونكس. معانا الطالبة سلمى شريف كالعادة عشان تجاوب معانا. نبدأ المراجعة. عندنا لعبة اللي هي زي سوبر ماريو، تشوز ا نمبر، اختاري رقم يا سلمى. نمبر 6. يلا هنقرأ الجملة ونكمل. This is a ball. تمام، شاطرة. This is my leg. اوكي. This choose a balloon، هنختار دلوقتي لون من ألوان البالون زي ما which color؟ blue. blue color، light blue. Is this a lemon? Lemon. Yes. Yes. Okay, نختار كمان لون. خلينا ماشيين بالترتيب بعدين. Red. Red. Is this a puzzle? Yes. Okay. بعدين. Is this a snake? Excellent. بعدين orange. Is this a fox? Yes. Okay. وبعدين آخر لون. Is this a frog? Yes. Okay. كده نكون خلصنا اللعبة دي كمان. يلا هنقرأ السؤال وهجاوبي لي إجابة كاملة. What is this? ها؟ huh? ايوه. Queen. Very good. This is a queen. What is this? This is a watch. Watch. Very good. This is a watch. What is this? This is a finger. Very good. This is a finger. What is this? This is a violin. Very good. What is this? This is a bed. Bed. Bed يعني تغيير بيطر. دلوقتي جه وقت ايه الكتابة. Let's write. هنكمل طبعا هنكتب الكلمة. الصورة اللي معانا تدل على ايه او صورة ايه؟ زو. ازاي نكتب كلمة زو؟ زد دبل او دبل او. Very good. تاني صورة هي صورة كوين. ازاي نكتب كلمة كوين؟ كيو. كيو. ايوه. يو. تمام. اي. اوكي. كمان اي. اي. ايوه. وفي الاخر. اي. Very good. بعدين عندنا كلمة شارك. شارك من الكلمات اللي فيها صوت ش اللي هو عبارة عن حرفين. تمام. اس اتش ش. وبعدين. A R K. Very good. Shark. Shark يعني سمكة القرش. الصورة اللي بعد كده وهي صورة الحوت. حوت يعني ويل. وهي من الكلمات التي تحتوي على المقطع و اللي هو W and H. يلا نكمل. أيوة. A L E. Very good. W-H-A-L-E. Whale. بعدين عندنا chair و chair من الكلمات التي تحتوي على المقطع ch. ch عبارة عن صوتين اللي هما C مع H. C
سي مع الاتش اف اي ار تمام سي اتش اي اي ار فيري جود. وبعدين عندنا كلمه باز ايوه very good. بعدين ننتقل للكلمة التالية وهي كلمة ياوي أيوة A-W-N very good ممتاز جدا. بعدين عندنا صورة cheese cheese من الكلمات التي تبدأ بالمقطع C and H ch E H double E double E S E very good C H E E S E very good. وبعدين عندنا كلمة web web تمام W E B excellent ممتاز جدا. كده نكون وصلنا لنهاية المراجعة الثالثة. شكرا يا سلمى على المشاركة. شكرا لسماعكم. أراكم في فيديو جديد. مع السلامة. Goodbye teacher. Goodbye يا سلمى.